أهلا بحضراتكم في نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع، وإلى تفاصيل الأخبار. ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات الصباحية اليوم الجمعة بحوالي 10 جنيهات، وسجل عيار 18 قيمة 1337 جنيها، وبلغ سعر عيار 21560 جنيها، وارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 1783 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 12480 جنيها. وفي سياق آخر، أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي اتصالا هاتفيا مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي لبحث تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023 و2027، وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الدولي أكثر من 14 مشروعا تنمويا، فضلاً عن 23 مشروعاً للدعم الفني. وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع نظيره النيجيري دكتور عيسى علي إبراهيم مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات تتضمن التعاون الاستراتيجي بين الوزارتين في مجالات النطاق العريض والربط بشبكة الاتصالات الضوئية وأجهزة المستخدم النهائي، وأيضاً خدمات القيمة المضافة، إضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال وتطوير البرمجيات وبنية الابتكار وبناء القدرات المؤسسية وتنمية المهارات، وأيضاً البحوث والابتكار التطبيقي وخدمات البريد. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من المجالات، لا سيما المتعلقة بالخدمات البريدية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وخدمات الاتصالات والكابلات الدولية. أيضا ذلك إضافة إلى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وبناء القدرات، حيث سيتم دعوة الشباب النيجيري للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية. مشاهدينا الكرام، نهاية النشرة الاقتصادية، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ومستمرون معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.